أخبار اليوم. نان صبري فواز، بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم، والنهاردة في جايزة ساويرس الثقافية بحضورك تشرف. كنا عايزين نعرف، أنت من المثقفين وليك آراء موجودة على السوشيال ميديا ليها تأثيرها، كنا عايزين نعرف إيه أكتر الحاجات اللي بتهتم بيها ثقافية؟ أنا يعني بهتم بكل أنواع الثقافة، يعني بتابع بقرأ كل الروايات، معظم حقيقة يعني روايات ودواوين الشعر اللي بتظهر جديدة، وبقعد حتى أكتب على صفحتي عن الناس الجديدة اللي بنبسط بيها وبعرفها بكتشفهم. بروح معارض فن تشكيلي، بروح أحضر مسرحيات، ندوات، مثلا توقيع كتب، يعني طول الوقت الواحد بحاول يغذي نفسه بكل أنواع الثقافة يعني علشان نتعلم جديد ونشوف جديد. صبري فواز، فينك من المسرح؟ أنا آخر حاجة عملتها للمسرح كان اللي خايف يروح، السيزون قبل اللي فات، واليومين دول هبقى مشغولين أكيد بالسيزون بتاع التمثيل في رمضان، لكن بعدين ممكن احتمال يكون في مسرح يعني. في رمضان في مسلسل بتاع محمد أمين الرادي برضو، قصة نجيب محفوظ، تشارك بدور إيه؟ واحد اسمه سرحان الهلالي. سرحان الهلالي؟ شخصية برضو ما هنشوفها بقى يعني. منتظر ان انت تقدم لنا السنه دي في رمضان شخصيه اكيد مختلفه عن زي ما تعودنا كل سنه، بس انا طول الوقت عندي شرط من شروط اختياراتي في اعمالي ان انا يعني لازم شرطا تكون مش حاجه عملتها قبل كده. تمام. فاتمنى ان يحصل كده يا رب. ايه الشخصيه اللي نفسك تقدمها ولسه ما جاتش؟ المعاق ذهنيا. يبقى عنده ايه؟ علشان لا كتير اللي هم الحالات اللي بنشوفها في الحياة دي، لأنه تقدم دايما في الدراما العربية على أنه الواد البركة أو اللي فيه لله أو العبيط القرية، لكن هو يعني عالم، عنده عالمين، أعتقد أنه العالم بتاعنا وعنده عالم آخر إحنا مش قادرين نكتشفه، فهو أنا شايف أنه أغنى مش أقل، عشان كده نفسي أقدمه بالصيغة اللي تستاهله يعني. أشكرك جدا وشرفتني في أخبار تحت أمرك. شكرا.